تفضل يا أخي إبراهيم من الحوطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك إبراهيم تكفى قصر التلفزيون شوي. لا ما عندي تلفزيون مقفل. طيب تفضل. أنا سؤالي لفضيلة الشيخ بالنسبة الآن للمسافر اللي ما بعد مثلا طلع من المدينة اللي هو جاي منها مثلا، هل يحق له انه يقصر في الصلاة وياخذ رخص السفر؟ لان كثر الكلام والله حول احكام الصلاة في خاصة في السفر، يعني بينه الشيخ صالح يوضح توضيح بسيط، لان الناس قالوا اذا انت داخل المنطقة اللي انت فيها ما بعد خرجت من حدود المنطقة يقول انك تجمع الصلاة وكذا وتاخذ بنفس المنطقة اللي انت فيها وكثرة الاقاويل. نبي من الشيخ صالح يعني لو يوضح توضيح عن احكام الصلاة خاصة في موضوع السفر. شكرا شكرا لك. شكرا. يا أخي إذا أردت السفر من بيتك أو من مكانك فلا يجوز لك القصر ولا الجمع ولا الإفطار في رمضان إلا إذا خرجت من عامر البنيان، من عامر البلد، وبرزت في الفضاء، حينئذ تبدأ رخص السفر. نعم.